السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنكمل مع بعض برنامج النفس وركس. هنشوف بس النهاردة حاجات بسيطة كده، وليكن موضوع اللينكس. موضوع اللينكس اللي هو إيه؟ أي عنصر موجود عندي ممكن أربطه بملف خارجي، ممكن يكون ملف وورد، ممكن يكون بصفحة نت، ممكن يكون ملف صوت. يعني ممكن يكون الموضوع ده فيه مشكلة معينة، فبسجل الموضوع بصوتي وأحطه بحيث إن هو أول ما حد يدوس عليه يجيب له معلومات عن الملف دوت، او ممكن تكون صورة او اي حاجة. تمام، عشان اظهر الموضوع دوت من قائمة هوم بقول له لينكس، بدوس عليها فبيبدأ يظهر لي زي ما انت شايف بعض الايقونات الصغيرة جدا. كل ايقونة من دول بتبقى مرتبطة بملف خارجي. احنا ان شاء الله هنحاول نعمل من الواحد دلوقتي ان شاء الله، يعني مثلا وليكن العنصر، مثلا العنصر دوت ادوس عليه كليك يمين واقول له لينكس اد لينكس، هبدأ اضيف لينكس. تمام، او وانا واقف عليه بدخل في الايتم تولز بلاقي اد لينكس وببدأ اسميه مثلا العنصر ده اسمه اتش اس اس، واقول له اربطه بملف معين. ببدأ اشوف ايه الملف، ممكن اربطه بملف اتش تي ام ال او وورد او بي دي اف او اكسل او ملف تكست او ملف نفس ووركس او صور زي ما انا عايز. هقول له مثلا ايمج، وهفترض مثلا ان هو مرتبط بالملف ده مثلا الصورة دي. اوكي، اقول له اوكي. تمام، الاحظ ان في ايقونة ظهرت جديدة اول ما بقف عليها من غير ما ادوس، بيظهر لي معلومة ان ده مثلا اللينك ده اسمه اتش اس اس، فلما ادوس عليه هيبدأ يفتح لي الصورة او يفتح الموقع او يفتح لي الحاجة اللي انا ربطه بيها. تمام، ممكن اقول له edit links واقول له لا، طب العنصر دوت edit واروح ربطه بعنصر تاني خالص. تمام، او ان انا الغيه زي ما انا عايز. لو عايز اخفيهم كلهم باجي من قائمة هوم واشيل اللينكس زي ما انتوا شايفين اختفت. الكويك بروبرتيز دي لما بقرب من عنصر بيبدأ يظهر لي بيقول لي الايتم نيم اكستيريور بريك اون ستراكشر، بيبدأ يظهر لي المعلومات. هو ميزة ان هو يجيب لي المعلومات بسرعة، بس هو مشكلة انه يمكن لو الجهاز بتاعك ضعيف امكانياته ضعيفة تلاقيه شوية ببطء. تمام، اللي تحتيها البروبرتيس بيظهر لي قائمة البروبرتيس اللي هنا. لو انا بس لازم اكون واقف على اي عنصر، واقف على اي عنصر بيبدأ يظهر لي معلومات كتيرة جدا، وبالذات لو انا شغال في الريفت باخد معلومات كتيرة جدا. زي مثلا هنا ده عنصر عادي خالص بيقول لي ان النوع بتاعه كذا، الطيب، الايكون، الحاجات دي كلها. الاليمنت بيجيب لي الاي دي بتاعه، الاي دي ده كويس جدا، ده رقم منفرد لكل عنصر، ده بيبقى مفيد على اساس في الكوردينيشن بيقول لي الرقم ده خبط في الرقم دوت، فسهل ان انا اجيبه من الريفت اعمل سيرش عليه واعرف الاي دي فين واشوف المشكله فين وابدا احلها. برضه بص هتلاقي معلومات كتيره جدا لا يمكن تتخيل كميتها، الليفل، التايم لاينر لو فيه element اي دي. تمام، كل عنصر بتقف عليه بتلاقي معلومات مختلفه ظهرت قدامك في قائمه بروبرتيز. اتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط، وان شاء الله الدروس اللي جايه تكون اكثر تعمق في البرنامج ان شاء الله. اخوكم عمر سليم.